يتأمر ايدي. قال لي لا، لك جيبوا لي حكيم. أنا وقت دخلت المستشفى ما أعلنت أنا شخصياً عن الموضوع. من سنة لسنة، السنة بيّن أنه عندي early stage يعني breast cancer. شهر ونص على الويلتشير، ممنوع اوقف. العالم ما بتعرف انه هيدا الانسان عم بيمرق بوقت هيدا الوقت. شو قعد بعض المعلقين على السوشيال ميديا، حلمي ما كانش قايل لأهله، أهله عرفوا إن حلمي عيان من التلفزيون، فاهم يعني إيه أم تعرف من التلفزيون؟